حياكم الله مشاهدينا وحلقة جديدة من صافرة البداية. هذه الحلقة ستكون مخصصة عن مباراة العراق ضد تايلاند والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وسنشاهد أولا هدف جيستن ميرام في بداية الشوط الأول. اهلا وسهلا مشاهدينا من جديد، ومع ضيفي الكابتن احمد. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا اخي كابتن. هناك يعني سيطره واضحه خلال الشوط الاول للمنتخب العراقي. صحيح، مع يعني تراجع خلال الشوط الثاني، لكن الان سنتحدث عن الشوط الاول ودخول المنتخب العراقي بقوه ويضاع العديد من الفرص في بدايه المباراه. صحيح. شوف، اولا يعني كنت اتمنى مثل جميع احبتنا في العراق ان تنتهي المباراه لمصلحه المنتخب، لانه كان ساعتها سيقطع المنتخب خطوه كبيره جدا نحو الصداره ونحن نحو نهائيات كاس اسيا. لكن بالفعل المنتخب العراقي قدم صوره في الشوط الاول وقدم صورة مخالفة تماما في الشوط الثاني. الأداء في الشوط الأول كان منظم، كان عملية التنظيم تمت بصورة مثالية، الخطوط الثلاث كانت متناسقة، تحركاتها كانت تتم بشكل سلس وسهل، ولذلك كان المنتخب العراقي الطرف الأفضل. وأربك مضيفه اللي وقع تحت ضغط الجماهير الكبيرة التي حضرت الملعب في الشوط الثاني انقلب الحال، يعني رغم انه المنتخب لم نتحدث عن الشوط الثاني. لا نتحدث عن الشوط الاول. الشوط الاول كان نشط في الجهه اليسرى، يعني جهه علي عدنان وضرغام اسماعيل كان نشط جدا. صحيح صحيح، ضرغام قدم شوط متميز ومباراه بالمجمل كانت متميزه بالنسبه له. علي عدنان اضاف ايضا لخط الوسط، تمركزه في خط الوسط ايضا في الجهه اليسرى ايضا ساهم في تقويه هذه المنطقه، فبالتالي بالتكامل مع بقيه اللاعبين ايضا الجهه اليمنى ايضا كانت لا باس فيها، سامح كان يقوم بعمل جيد ايضا في الطرف الايمن، فبالتالي كانت المنظومه متكامله كما قلنا. خط الدفاع يقوم بعمليه الرقابة بطريقة صحيحة، خط الوسط يقوم بتنظيم العمليات، يعني شاهدنا هناك الكباتن علي حسني ربما كان نوعا ما مش بالمستوى المطلوب في بداية تحديدا في بداية المباراة، لكن التنسيق صحيح مع علي قاسم صحيح وعلي عدنان أصبح هناك في حركة، وعبد الأمير صار في هناك تنسيق أكثر، ولذلك شاهدنا المنتخب أو عمليات المنتخب الهجومية كانت تتم بسلاسة. نعم. الكرة كانت تنتقل بين الخطوط الثلاث بطريقة سلسة بطريقة منظمة وفق تكتيك واضح ومعين. هذا التكتيك لم يتمكن أن يقاوم المنتخب التايلندي، ولذلك شاهدنا هناك أفضلية بالفعل، وكان هناك تهديد حقيقي يعني على عدنان كان بإمكانه أن ينهي المباراة في الشوط الأول. نعم صح، وكذلك جيستن ميرام ضيع صحيح، وجيستن أيضا نجم الشوط الأول جيستن كان مميز، تحركاته كانت واعية، لكن كان بعض الأنانية في اللمسة الأخيرة. شوف، أحيانا المهاجم يتطلب أن يكون في بعض المواقف إذا يكون أنانيا، لكن إذا نتحدث بالمردود اللي قدمه طيلة الشوط الأول كان مردوده إيجابي جدا. نعم. شاهدنا الهدف قبل قليل، قدم يعني الهدف سجله بطريقة عالمية، استلم كرة من مسافة بعيدة عن المرمى وسار بالكرة بكل ثقة وناور وراوغ ومن ثم سدد. نعم. وأنهى الكرة في الشباك كما قلت. يعني جيستن كان إلى لمسات يعني حقيقة. صحيح. في الشوط الأول،
والهدف جاء من مجهود فردي بالنسبة للجستن. صحيح صحيح. يحسب له ويسجل له. صحيح. وحتى تمريراته كانت يعني وتدخلاته يعني شاهدت أنا هناك في تناغم كبير في التحركات مع يونس محمود، يعني لم نشاهد إنه تنافر، بالعكس كان هناك تجاذب. نعم. كان كل منهما يحاول أن يساعد الآخر ويقدم للآخر الكرات. يعني يونس أيضا ساهم بطريقة إيجابية في كثير من التمريرات، كثير من الكرات العالية والكرات كان يأخذها لمصلحة يونس. صحيح. نعم. يعني قدم أيضا كما قلنا، يعني هو الشوط الأول بشكل عام كان متميز فيه المنتخب وقدموا بصراحة صورة نموذجية، صورة إيجابية. كان مميز بالفرص لكن ليس مميزا بالنتيجة. بالنتيجة لكن مع ذلك يعني صح تقدمنا واحد لكن يعني على أقل أكثر. أقل تقدير أنت اثنين أو ثلاثة. صحيح. لكن لا تنسى، شوف أخي علي، لا أنا لا أريد أن أبرر أيضا للاعبين، لكن لا ننسى بأن المباراة أقيمت في أجواء صعبة للغاية. يعني الآن اللاعبين لعبوا تحت ضغط جماهيري كبير، أكثر من 60,000 متفرج في الاستاد يشجعون بطريقة جنونية. الفريق الخصم أيضا فريق مش سهل. نعم. يعني بصراحة فريق تايلاند فريق أصبح محترم في القارة الآسيوية، لديه قدرة على تنافسية عالية، فبالتالي أنت تواجه خصم جيد ومحترم، تواجه جماهير مجنونة بمنتخبها. نعم. منتخب وتلعب أنت في لنقول هناك خلفية سلبية لدى جماهيرك أنت من نتيجة المباريات الأخيرة التي لعبتها ونتيجة الظروف القاسية التي يعيشها الاتحاد، فبالتالي أنت بالمجمل أنت تلعب تحت الضغوط كافة. طيب، هناك تقرير يتحدث عن المباراة، يبدو أنه جهز، يعني الآن جهز، فننتقل نشاهد التقرير بعدها نعود. مشاهدينا، ننتقل إلى تقرير الذي تحدث عن إخفاق المنتخب العراقي بمساعاه لانتزاع صدارة الترتيب المجموعة من نظيره التايلندي بعد تعادل معه بهدف لكل منهما في بانكوك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2018 ونهائيات آسيا 2019. تعادل بطعم الخسارة لأسود الرافدين في بانكوك أمام المنتخب التايلندي، فبعد إضاعة العديد من الفرص السائحة للتسجيل تناوب عليها كل من يونس محمود وجوستن ميرام وعلي عدنان، قبل أن يتمكن ميرام من وضع الأسود في المقدمة عند الدقيقة 34 من كرة لا تصد ولا ترد بعدها، لينشط أبناء يحيى علوان مع بداية الشوط الثاني ليأتي الدور على السفاح لتعزيز التقدم بعد مجهود رائع من علي حصني الذي خطف الكرة من مدافع تايلندي ويهدي ليونس محمود كرته تابعا مرتين قبل دخول الشباك عند الدقيقة 49. بعدها يبحث الضيوف عن تعزيز التقدم وسط إضاعة العديد من فرص التسجيل، وفي كرة القدم عندما ترفض هدايا الخصم فسيأتيك العقاب سريعا، وعند الدقيقة 80 تأتي أول الصفعات لأسود الرافدين بعدما قلص القائد تيراتون بونتمان الفارق من ضربة جزاء مشكوك في صحتها. بعدها بدقيقتين ومن هجمة منسقة لم يستطع الحارس نور صبري ولا الدفاع علي عدنان من التعامل معها بالشكل المطلوب، ليخطف مونكولتوس أوكراي هدف التعادل ويجبر الأسود على تقاسم نقاط المباراة التي أبقت المنتخب التايلندي في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين على فيتنام وتايوان وتعادل مع العراق، فيما رفع المنتخب العراقي رصيده نقطة واحدة ليصبح 4 نقاط لكل من مبارتين بعدما فاز في الأولى على تايوان ب5-1، ولا تملك فيتنام وتايوان أي نقاط. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، واعود الى ضيفي في الاستوديو استاذ احمد. تعادل عقد مهمه الاسود ولو بعد الموضوع طويل كما يقول. صحيح. يعني شوف النتيجه لو بقيت على حالها وفاز المنتخب العراقي بنقاط المباراه بالتاكيد سيتصدر اولا وسيضع لنقل قدم وحتى في النهايات، لانه المباريات او المشوار سيكون نوعا ما اسهل عليه في المباريات القادمة، لكن الآن بالفعل يعني ازدادت الأمور تعقيدا، لكن الفرصة ما زالت سانحة وتحتاج إلى الكثير من العمل والكثير من التخطيط، لأنه لدينا فرصة الآن حتى
أكتوبر حتى تتم أو يتم استئناف المباريات، فبالتالي لابد أن تكون هناك دراسة متأنية للمشوار الذي مر به على الأقل المنتخب بالفترة الحالية. يعني تايلاند احتفظت بصدارتها بسبع نقاط، أنت الآن نعم. عندك أربع نقاط وما زال هناك أمور نوعا ما يعني تتطلب أن لا تنزف أي نقطة في المشوار القادم، وإلا فإن الفرصة قد تضيع. تعقدت المجموعة نوعا ما ومهمة الأسود، طيب. لكن الأسود قادرة على الزئير عاليا إن شاء الله في المرة القادمة. دعنا إن شاء الله يصدرون المجموعة ويتأهلون ويصلون لكأس العالم. لكن بالعودة إلى المباراة، علي حسني كان يعني رغم أنه يعني شلون نقول قلة خبرته، يعني ثالث مباراة يخوضها مع المنتخب، نعم قلة خبر، لكن هناك لمسات للاعب كبير إلى يعني، وكان السبب في الهدف الثاني للمنتخب العراقي. صحيح، يعني كان عمل ضغط على المدافع بطريقة جيدة وحصل الكرة منه ومرر إلى ليونس محمود. لكن شوف خبرته كما قلت وتفضلت يعني ما زالت قليلة نوعا ما، وهو يحتاج إلى المزيد. الموهبة موجودة، الموهبة موجودة وهذا أعتقد أنه واضح يعني، لكن رهبة المباريات الكبيرة بالعادة على مثل هؤلاء اللاعبين الواعدين بالعادة تؤثر سلبا. يعني أنا شاهدته هو يبذل الجهد، يبذل جهد حقيقي، يعمل جهد كبير من أجل الضغط على الخصم، لكن أحيانا لم تكن تسعف خبرته في عملية التبرير. يعني قدمه تقوم بالمهمة قبل أن يفكر، فبالتالي مثل هذه المباراة تصنع منه نجما كبيرا في المستقبل إن شاء الله. لكن كمجموعة، أنا أريد أن أتحدث عن المنتخب العراقي كمجموعة اليوم. شوف بالرغم أنه النتيجة شوي يعني كانت نقول سلبية نوعا ما، رغم أنه النقطة سلبية صحيح ليس صحيح. نوعا ما سلبية يعني مقارنة بيبي بالحصول على الثلاث نتائج تعتبر سلبية، لكن لنقل كمشروع فريق أعتقد أنه الآن المنتخب العراقي اليوم قدم صيغة مشروع قادم لمنتخب قادر على المنافسة بقيادة يحيى علوان. هنا 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 ربما يكون هناك حديث. هذا من شأنه أن يحدد اتحاد كرة القدم، ومن شأن خاصة إذا أنا يعني أقول لك أنه بقيادة يحيى علوان استنادا إلى ما قام به بالمباراة في المباراة. يعني هناك أخطاء يعني سنتحدث عنها أعتقد لاحقا، يعني أخطاء قام ارتكبها الكابتن يحيى. يعني شوف إذا أردت أن حتى أكون منطقيا وناقد منطقي، أعتقد أنه اليوم سبب التعادل يعني وخسارة النقاط النقطتين من المباراة أعتقد أنه 90% تحملها الكابتن يحيى. طيب ليس اللاعبين. نشوف رأي كابتن عمار ساطع. نشوف كابتن عمار ساطع رأيك أولا يعني ببداية المباراة والشوط الأول والشوط الثاني، كيف سارت الأمور؟ شنو اللي اختلف بالشوط الثاني عن المنتخب العراقي؟ هل هو التشكيل؟ هل هو التغييرات التي قام بها يحيى علوان أم ماذا؟ يعني تحية لك وتحية لضيفك الكريم. حقيقة يعني أنا أتصور أنه لو كنا مقدمين المستوى الجيد هذا وكنا خسرانين المباراة، ما كنا نتأثر بقدر ما أنه أنت تلعب اللي قبل ما أن يحقق الفريق التايلاندي هدف التقليص من ركلة الجزاء كانت الأمور أهون تكون. يعني أنا أتصور أن اليوم إحنا فقدنا فوز في متناول اليد بسبب جهل الكادر التدريبي، اللي أسميه الكادر التدريبي الأكاديمي لمباراة مثل هكذا، مباراة تلعب أمام حوالي 70,000 متفرج في ملعب خارج أرضك. نعم. ومتحمل هذه الأجواء الرطبة والأجواء الجمهور والملعب كلهم ضدك، وتتقدم 2-0 حتى دقيقة تقريبا 80 من عمر المباراة، ثم تخسر المباراة لصالح الفريق المقابل بالتعب. يعني أنا يعني أتصور هذا شيء لا يمكن أنه يمر مرور الكرام لا من قبل الشارع الرياضي ولا حتى من قبل اتحاد كرة القدم. نعم. فريقنا بداية مباراة أن يتصور هو الفريق الأساسي، أكد هويته الحقيقية أنه جاي من أجل أنه يفوز بالمباراة وبالنقاط الثلاثة يتأهله أنه يكون متصدر المجموعة، وبالتالي يقترب بعد مباراة فيتنام إلى موقع أكثر
مكانة ويأخذ الأفضلية من باقي المتنافسين الآخرين، واللي أنا أقصد به منتخب تايلاند اللي إحنا كنا متقدمين عليه. نعم. فريقنا حقيقة دخل مباراة اليوم بروح عالية بتشكيلة، حقيقة تشكيلة لأول مرة أشاهد منتخب وطني عراقي يلعب بطريقة هجومية وينتشر انتشار صحيح بالملعب ويقطع الأجواء كان عن الفريق التايلندي. أنا أتصور هذا ما جاء عن يعني عدم إدراك للكادر التدريبي، لكن أتصور أنه التغييرات الخاطئة والقراءة غير السليمة للكادر التدريبي هي اللي أدت إلى ما أدت إليه، أنه المنتخب التايلندي يعود إلى الأجواء. وكان لا من الممكن أن المنتخب التايلندي بعد انهيار الصار لفريقنا أتصور كان هو الأقرب لأن يحقق هدف الفوز الثالث. نعم كابتن عمار، كابتن هي تدخل في ضمن أجندة هذا التدريبي اللي للأسف الشديد اليوم أقولنا مباراة تايوان لا يمكن أن نحسبها مباراة تدخل ضمن الحسابات الحقيقية لتواجد في تصفيات كأس العالم، لكن مباراة تايلاند اليوم كشفت عن الحقيقة الأهم والأبرز، أنه للأسف الشديد هناك طاقات كبيرة في العراق لا يمكننا أن نستثمرها لصالح تحقيق نتيجة إيجابية بالإمكان أنه تقطع الطريق على المتنافس الأقرب إلى منتخب تايلاند. طيب كابتن عمار، هناك يعني هناك تراجع حاد من قبل المنتخب العراقي للخلف مع بداية الربع الأخير من المباراة وضغط عالي من المنتخب التايلندي، هل هو فعلا أنه مدرب المنتخب التايلندي تعامل بطريقة احترافية أكثر من يحيى علوان الذي زج بمهاجمين؟ يعني الأولى أنه الأولى أستاذ عمار، الأولى أنه اللي يعني أنا اللي أعرفه الأولى انه يسكر المنطقة الخلفية يأمن النتيجة. شوف اخ علي، هي تبقى قضية تقدير. نعم. القضية انه انت ما محتاج وياهم في ارض الملعب، ما تعرف الاجواء، انت عندما تكون متقدم بنتيجة 2-0 وممكن انه تحقق هدف ثالث ورابع وبالامكان انه انت تسيد المباراة بالشكل وبالطريقة وتسيرها بالشكل اللي انت تريده. اما انه اني اجي بالربع الاخير انه ادافع، هذا شيء طبيعي جدا لكون الفريق الخاسر يشعر بانه هو الان انكسر في ارضه وامام جمهور. طيب. وهو فريق ليس بفريق هين، فريق تايلاند يعتبر الان من احد القوة الاربعة القوية الموجودة في قارة شرق اسيا، في منطقة شرق اسيا، وشكل قوة حقيقية أمام اليابان وكوريا واستراليا وإيران، منتخب قوي. لكن أنه أنت المشكلة اللي إحنا اللي نتكلم عليها الآن هي المشكلة تتعلق بفريقنا إحنا. يعني أنت من شفت همام طارق نعم. في مباراة تايوان عندما نزل همام طارق الفريق العراقي تغير تماما من الشوط الثاني، الفريق التايواني قدر أن يسجل هدف. نعم. فما من الممكن انه اني اشرك همام طارق في مثل هكذا مباراة، وبعدين انا ما احدد همام طارق في مركز، هذا الرقم واحد. الرقم اثنين، اللاعب اللي طلع من الملعب هو افضل من همام، فماكو داعي انه انا اطبق همام. فعلا يعني اللي صارت ان المدرب كان من المفترض عليه يونس محمود. يونس محمود استهلك بعد الدقيقة اللي سجل بيها هدف العراق الثاني. يونس محمود استهلك بدنيا وما بقى مركز بشكل صح. نعم. جسد ميران تحمل الثقل الاكبر، فبالتالي انت فقدت الميزه الهجوميه، وبالتالي انت بحاجه الى انه تقوي الرساله الدفاعيه، الترساله الدفاعيه عندك، من اجل انه تمنع الفريق التايلندي من ان يمول كرات. فريق تايلند بعد الدقيقه 75 تحرر من كلها، وخاصه ان المدرب التايلندي قدر انه يعني كما يقول المثل من عرف من اين تؤكل الكتف. نعم. وبالتالي قدر انه يستحوذ على المباراة، وهو لعب ربع ساعة فقط. فريق تايلاند لعب ربع ساعة في المباراة الأخيرة. فعلا. وهو أنا اللي أشوفه وأتوقع انه هذه غياب الرؤية التامة للجهاز التدريبي والانكسار اللي حصل بفريقنا بسبب فعل التغييرات.
تغييرات خطأ نقلت الفريق العراقي من منطقة الى الوادي، يعني من الاستحواذ الى الدفاع عن التعادل. استسلم فريقنا، استسلم. نعم. استسلمه بسبب التغييرات الخاطئه. هذه المباراه تذكرني في مباراه العراق وكوريا الشماليه في تصفيات النهائيه للقاره الاسيويه اللي اقيمت في الدوحه عام 93. الفريق العراقي كان متقدم بهدفين وانطرد سعد عبد الحميد في الدقيقه اتصور 63 او 64. الفريق الكوري الشمالي قدر وبعد التغيير الخاطئ اللي مدربنا حين ذاك عدنان درجال، الفريق الكوري الشمالي من نفس منطقه دفاع اليسار قدر ان يسجل 3 اهداف في غضون حوالي 16 دقيقه. حسم المباراه الصالحه، وهي كانت المباراه اللي كنا معتمدين عليها انه معولين عليها انه هي تكون بوابه الانتقال الى كاس العالم في ذلك الوقت. طيب استاذ عمار، الهدفين. نعم. يعني الهدفين الاول، خلينا نحكي عن ضربه الجزاء. نعم. ضربه الجزاء هي اللي قلبت النتيجه ام الجهه اليمنى اللي كان يلعب بها همام طارق؟ بالمصطلح اللي احنا يعني نقوله دائما، ركله الجزاء كانت القشه اللي قسم الظهر البعير. نعم. القشة المنفذ اللي قدر من خلاله الفريق التايلندي أن يعود إلى أجواء المباراة. منتخب تايلند كان يبحث عن فرصة تسجيل نصف هدف وليس هدف من أجل أنه ينقل المباراة إلى ملعبه بالشكل اللي هو يحاول أن يسيرها، وبالتالي قدر المدرب التايلندي. طبعا حقيقة المدرب التايلندي هو مدرب ذكي جدا. نعم. كان في تايلاند يسمى بديكو تايلاند، وعنده اهداف عديده، وبالتالي هو لاعب مهاجم قدر انه ينقل الفريق التايلندي من لا شيء الى ان ينال كل شيء. نعم. نال التعادل في ملعبه، وهو اني اشبهه اقرب لان يكون فوق بدلا من ان يكون تعادل، على عكس اللي صار ويانا تماما انه الفريق التايلندي قدر انه يحرم فريقنا من اثمن 3 نقاط لربما تنقله كانت من حال الى حال. فعلا فعلا. لكن استاذ عمار، بعد دقيقتين تنهار الجهه اليمنى وياتي الهدف الثاني. بعد الجزاء، بدقيقتين ينهار الفريق العراقي وتنهار الجهة اليمنى ويأتي الهدف الثاني. يعني هي مو انهار، هي ضاوة، هي كأنما خلي أشبه لك إياها تشبيه آخر. نعم. الفريق العراقي كان عليه بعد ما سجل منتخب تايلاند هدف التقليص من ركلة جزاء، الفريق العراقي شعر أنه هاي رحلة الجزاء ظال متحقق. نعم. ظال متحقق أو ركلة جزاء نقدر نقول مشكوك في صحتها، وانما ركله الجزاء منحها الحكم مجامله للفريق التايلندي. هذه الحاله هي اللي ادت الى ان الفريق العراقي انهار. كان من المفترض على المدرب على اقل تقدير انه يؤخر اللعب ويبرد الفريق التايلندي بدلا من ان يمنحه فرصه انه يهاجم ويحقق هدف ثاني في وقت قصير. لربما كان تكون هناك هدف ثالث لو كان باقي من الوقت فرصة أكثر. نعم. يعني لكن أستاذ عمار، بعد هدف الفريق التايلندي الأول المدرب أيضا يتحمل مسؤولية تامة، أيضا اللاعبين كبار في السن. وهذا ما تحدث أستاذ عمار، وهذا ما تحدث عليه. يعني قبل الجزاء يعني يمكن بدقيقة أو دقيقتين نور صبري يعني شلون نقول، يعني أراد يضيع الوقت وقعد، يعني طلب حتى المعالج لتهدئة الفريق التايلندي. لكن أغلب اللاعبين العراقيين متسرعين حتى بعد قبل الجزاء. للأسف الشديد إحنا بالملعب لاعبين حتى منطقة الشرق الأوسط. نعم. لاعبين منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، يعني إذا أتكلم مو بس عن الفريق العراقي، يلعبون بنفسياتهم مو بعقلهم للأسف الشديد. يلعبون بعواطفهم وكأنما يعني هم أعلى شأنا من ضبط اللاعبين من كل الفرق.
انت اليوم لو مركز على الحالتين او ست حالات عملها المدافع احمد ابراهيم تجاه حكم المباراه، وكانما الحكم هو عدو له. يعني للاسف الشديد حتى في حاله تعامله مع الحكم يبين للاخرين انه هو لاعب مظلوم، لكن هو لاعب يعني حقيقه حكم المباراه اليوم كان متعاطف مع ابراهيم، كان من المفترض ان يشر له على الاقل بطاقه صفراء، لانه اللاعب احمد ابراهيم للاسف تعامل بنوع من انواع الحزم والقوه والجدال مع الحكم، وبالتالي لربما كان هذا اللاعب منفقد، يعني ربما الحكم كان يطرده لو تصرف تصرف بعيدا عن العقلانيه. كان من المفترض ان الجهاز الفني عندما يتكلم مع اللاعب يتكلم معاه بطريقه ان تلعب ما لك علاقه بالحكم، يعني يبعد عنا موضوع الحكم، احنا من نلعب نعتقد الحكم هو عدو لنا وهو مع الفريق الخصم ضدنا. كل هذه الامور النفسيه هي يعني صراحه هم حتى المنتخب العراقي بحاجه ماسه جدا الان في هذا الوقت لطبيب نفسي، يعني لا ما من الممكن انه اللاعب المحترف يعامل معامله الاخرين به هو مستوى اعلى من اللاعبين الاخرين، الكل مرتدي قميص طيب. المنتخب والكل دافع على الوان المنتخب وسمعه البلد هذا الاهم، اما أن اللاعب يكون متعالي يعني اتصور هذه الامور ايضا هي سبب رئيسي في ان يصل بالمنتخب العراقي ما وصل اليه اليوم، واعتقد انه فرصه المنتخب العراقي الان بحاجه الى يعني حقيقه جلسه من قبل الاتحاد والجهاز الفني، لان حقيقه 4 نقاط من مباراتين وتايلاند تبتعد عنا بهذا الرصيد، اعتقد انه بحاجه ماسه جدا الان ان خطوه بحاجه للتفكير بحاجه، وحتى قضيه اللاعب ياسر قاسم يجب ان يتم مناقشتها، لان يعني ربما يكون اللاعب ربما يكون يعني هو غير مذنب في الكلام اللي قيل سواء ما وصلنا من الصحافه او حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. والله استاذ عمار يمكن قضيه ياسر قاسم راح تروح يعني حاله حال اللي راحن. استاذ عمار ارجو ان تبقى معي لكي انتقل الى ضيفي في الاستوديو استاذ احمد. هناك يعني تراجع حاد في الشوط الثاني للمنتخب العراقي كما تحدث الكابتن عمار ساطع. ما السبب؟ اللاعبين ام المدرب؟ هل من الممكن انه يعني كمدرب فائز ومسيطر على المباراة يعطي تعليمات لفريقه بالتراجع في آخر ربع ساعة ممكن؟ أم اللاعبين نفسهم يعني تراجعوا بسبب ضغط التايلند؟ شوف، هو متوقع أن المنتخب التايلندي كان راح يرمي بكل أوراقه ويضغط بالشوط الثاني، هذا شيء متوقع، هذا يعني متوقع يلعب على أرضه وبين جماهيره ويتأخر بهدفين. لكن أنا أتفق مع أخي عمار في كثير من النقاط التي أوردها. أنا قلت يعني أو بديهيا في كرة القدم الشوط الثاني دائما هو شوط المدربين ودائما هو لعبة المدربين الحقيقية. يعني يحيى علوان هنا يعني ماذا يريد كان من المباراة؟ الآن المنتخب متقدم بهدفين، يؤدي بطريقة منظمة ويلعب بطريقة عقلانية وبطريقة منطقية أمام هذا الحشد الجماهيري الكبير وأمام هذا الفريق القوي ومتقدم وقريب والوقت يمضي. الآن يعني كان لابد أن يتدخل بصورة إيجابية. أتفق مع أخي عمار، يعني يونس محمود قدم ما عليه، أدى ساهم في إقلاق راحة المدافعين التايلانديين، سجل ومرر وصنع، فكان قام بالدور المطلوب منه وفق إمكانياته الحالية، فكان الأولى الآن يعني أعتقد أنه المنتخب مروان حسين انتهت. نعم، عند مروان يعني قناص، وفي مثل الحالات هذه أخي علي، في مثل هذه الحالات يعني في مثل هذه المباريات وعلى ملعب مثل الملعب اللي شاهدنا اليوم المحشو لنقول بالجماهير، يعني اعتقد يعني في مثل هذه الاوضاع المدرب هنا عاده بعد ان يتقدم فريقه ولو بهدف، فما بالك بهدفين، يلجا الى اجراء تعديلات على تشكيلته بحيث يؤمن خطوطه الخلفيه، يؤمن مرماه. يعني متوقع كان انه يعني رغم تحفظنا الشديد على ركله الجزاء التي احتسبها الحكم، لكن الحكم كان في اغلب قراراته كان موفق، ولكن ايضا الحكم يبقى إنسان أمام هذا الضغط الجماهيري وأمام هذا الضغط الإعلامي وكل هذه الضغوطات، بالتأكيد قد يضعف أحيانا وقد ضعف. يعني نعم. هذه ركلة الجزاء أعتقد أنه كانت مبالغ فيها شوي القرار، فبالتالي جامل فيها التايلنديين، والتايلنديين اقتنصوا هذه الفرصة.
الآن بعد أن سجل التايلانديين الهدف من ركلة الجزاء كان لازم يحيى علوان يتدخل بصورة أكثر إيجابية، بمعنى أنه وحتى اللاعبين كمان يتحملوا جزء أيضا من المسؤولية. لو يعني المخرج يشوفنا اللقطة يعني هدف الثاني للتايلند إذا شفناه يعني راح نشوف هسه إن شاء الله. بس تجهز جاهز اللقطة مخرجنا حبيبك هاي هسه اذا نشوف لقطه الهدف الثاني. شاهد الحارس وعلي عدنان كان بجنب اللاعب. شوف هاي العرضيه يعني الجهه اليمنى للمنتخب العراقي كانت سيئه جدا اليوم. شوف يعني هذا عكس الجهه اليسرى، لكن حتى لا نلقي كل اللوم على الجهه اليمنى. يعني كانت الجهه اليمنى في الشوط الاول كانت متماسكه اكثر. نعم. كما قلنا يعني التغييرات ساهمت، لكن انا اريد ان اتحدث يعني جزئيه امام طارق اضعف الجهه اليمنى. لا اقول اضعف، لكن يعني كانت طالما انه كانت نعم صحيح هذه الجزئيه اللي اردت ان اتحدث فيها. يعني كانت الامور مستقره والتسير في حاله طبيعيه جدا. الان تدخل التغيير المدرب بالتبديل هذا هو ساهم في اضعاف الجبهه اليمنى للمنتخب. لكن انا اريد ان اركز اكثر على قرار المدرب بعد يعني بعد ان تعرض المرمى العراقي الى الهدف من ركله الجزاء. هنا كان لابد ليحيى علوان ان يوجه اللاعبين بعمليه قتل اللعب. يعني الان احنا نتحدث كما قلنا يعني كان من الشيء الطبيعي والبديهي انه بعد ما تقلص الفارق بين منتخب تايلاند سيرمي بكل اوراقه وسيهاجم من كافه المحاور، خلاص انتهت اصبحت لكن اللي شاهدناه بالمباراه عكس هذا الشيء. للأسف. يعني تشتيت للكره غير مبرر من جانب المدافعين من لاعبين. صحيح، يعني انت مضغوط ليش شتت؟ العب 1 2. المفروض انه قتل اللاعب يتم مع لاعبين محترفين، لابد ان يتم بهذه الطريقه اللي هي عمليه من خلال المناولات القصيره وتبادل الكرات، لانه هذا الامر يعني سيوتر التايلانديين. كلما فقدوا الكره وانت استحوذت عليها كلما عشر دقائق زادت. صحيح، عشر دقائق يعني صحيح يعني فريق بامكانيه العراق مقابل تايلند صاحب امكانيه يعني لا تقارن بالعراق. صحيح، 10 دقائق ما تحافظ على النتيجه. المفروض كان يعني تتم تهدئه الالعاب بطريقة اللي ذكرناها عن طريق التمرير القصير أو حتى اللجوء إلى التمثيل أحيانا. يعني نعم. كثيرا ما هذا في المباراة العالمية يعني حارس قانوني صبري. صحيح، لكن المدافعين للأسف كانوا ولاعبي خط الوسط كان يعني بعد أن تقدم المنتخب بهدفين يبدو أنه ظنوا أنه المباراة أصبحت في الجيب وأنه هناك مجال للتسجيل. هذا كان خطأ يعني كان، وهذا خطأ أنا كمان أيضا أريد أن أحمل المدرب. كان بإمكان المدرب أن يضبط هذه العملية، يضبط التحركات. المباراة لم تنتهي لو انه قام بسحب يونس محمود وتعزيز خط الوسط، اعتقد انه كان هذا افضل. او لو انه سحبه واشرك مروان، اعتقد انه راح يكون تجديد لحيويه خط الهجوم، فبالتالي ستبقى الامور على حالها. لكن كما قلنا يحيى علوان لم يوفق على الاطلاق في قراءه بصراحه الشوط الثاني، او على الاقل في قراءه ما تبقى من عمر المباراه في الربع الاخير من الشوط الثاني. الشوط الثاني من البدايه منتخب تايلاند لعب بحماس كبير، يريد بكل ما يملك من قوه ان يدرك التعادل. جاء الهدف الثاني، يعني نتحدث شوف الهدف الثاني جاء في دقيقه 56، الان انت عندك تقلص الفارق في دقيقه 80. يعني انت كنت محافظ خلال ال 30 دقيقه او ال 25 دقيقه الفارق الزمني من بينهم من 40 لل 80. نعم لل 80 يعني تقريبا نصف ساعه انت بتحكي. الان في هذه النص ساعه كانت لعبه يحيى علوان، كان يجب ان يتدخل فيها بشكل صحيح في هذا الوقت اللي انت تحكي عليه. يعني هناك اضاعه لبعض الفرص من الجانب العراقي. صحيح صحيح صحيح، يعني شفنا احمد سعد عبد الامير صحيح من خارج المنطقه. صحيح، والحارس التايلندي انقذ كره ياسين، يعني كره كانت احمد ياسين كره. نعم. هدف يعني، فبالتالي كان في فرص، لكن للاسف يعني المبالغه في عمليه الانطلاق احيانا اربكت الخطوط الخلفيه، فبالتالي اصبح وفي مقابل انه انت عندك اصبح هناك تراجع في الاداء العراقي مقابل حماس اكبر من طرف منتخب تايلاند، فهنا تصبح المعادلة غير منطقية وتأكيد سيحدث خلل. وهذا والآن أعطيناه مبرر بتراجعنا في ركلة الجزاء، ثم لم نتمكن حتى من ضبط
النفس قليلا بعد ان تمت او بعد ان اهتزت الشباك العراقيه. طيب هنا دور المدرب علي عدنان ادى مباراه كبيره وخلق العديد من الفرص، لكن هل تحمل مسؤوليه الهدف الثاني؟ شوف يعني هو كرة فعل طبيعي، يعني علي عدنان كان يعني الكرة تعبت من الركن الأيسر ومرت يعني من نور صبري نور يعني حاول إبعاده لكن الكرة كانت سريعة وكانت مباغتة لعلي عدنان. لا أعتقد أنه يتحمل مسؤولية، لكن بشكل عام هو الخط الدفاعي يعني كامل لأنه كان الخطأ في عملية التغطية، يعني عملية أولا في عملية الرقابة من الجهة اليمنى ثم عملية التغطية، أعتقد أنه كانت سريعة وفي خضم الهجوم الكاسح للتايلاندي في آخر 10 دقائق كان يعني هناك لابد من حدوث أخطاء. لا أريد أن أحمل علي عدنان المسؤولية الهدف، لكن هو خطأ يعني يحدث في كل المباريات. ممكن تغيير ضرغام هو اللي يعني أنا والله أنا كنت أفضل أن يبقى ضرغام. أحمد ياسين كان جيد يعني دخل بصراحة قدم، لكن بقاء ضرغام أفضل. لكن بقاء ضرغام كان أعتقد أنه لا أريد أن أقول أفضل، لكن كان يعني هناك توازن أكثر في الأداء. أحمد ياسين عنده كان نزعة هجومية أكبر، في المقابل ضرغام كان متوازن أكثر في أداء واجبه الهجومي والدفاعي، كان هناك تنسيق أكبر في هذا الجانب. فبالتالي يعني أنا كنت مع أنه بصراحة بقاء ضرغام لم يكن يعاني من شيء، يعني ما كان لا مصاب ولا كان هناك ما يعيق من استمراره في اللعب، وأدى أدى مباراة كبيرة يعني بصراحة. كما قلت يعني شكل هو على عدنان جبهة حرب قوية يعني على التايلاندي، لكن سحبه لأنه هاجم ياسين أحمد ياسين، لكن لأنه أدى أيضا يعني بشكل جيد، لكن كما قلنا نزعته الهجومية طغت على أداؤه الدفاعي. طيب فهذا يعني كقلبي دفاع أحمد إبراهيم وسلام شاكر، نعم، يتحملون مسؤولية هذا يعني هذا سبب التراجع أو سبب ضغط الفريق التايلندي في آخر لحظات المباراة؟ يعني شوف هو بالعادة يعني تعاملوا بعدم احترافية مثل ما نقول مع المباراة، يعني شوف إذا 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 المردود يعني لاعبي خط الوسط خبرة. الخبرة موجودة لكن خبرة. لكن كتعامل بخبرة هل كان موجود؟ شوف الهدف الثاني انا اقول انه يعني ممكن في حياة عملية اضاعة الوقت ما تعاملوا بخبرة هنا، ممكن لانه انا شاهدتهم بيحاولوا بيلعبوا المناولات الطويلة اكثر من اللازم، هذه كان ممكن يتحملوها، لكن وممكن يتحملوا يعني ضعف التغطية في الهدف الثاني اللي كما قلنا الكرة مرت يعني دون وجود تغطية مناسبة من القلبين لاعبين ارتكاز احمد ابراهيم وسلام. اعتقد انه يعني الثنائي بيتحملوا هنا مسؤولية، لكن مش المسؤولية الكبرى، لانه ايضا عندك خط الوسط اصبح يعني يعاني من الارهاق. خط الوسط ايضا لم يقم في اخر 10 دقائق لم يقم بدوره الدفاعي كما يجب، فبالتالي انكشف خط الدفاع، هذا كان شيء منطقي. ويعني انا يعني انتبهت على فقره انه الخطوط بين تباعدت. الوسط والهجوم تباعدت. صحيح يعني كما وهذا قلنا. سبب ارهاق يونس محمود، يعني يونس محمود هو قدم عليه، انا اعتقد انه يعني قدم عليه وانتهى، يعني كان يجب كما قال أخي عمار كان يجب بالفعل بعد ما سجل الهدف الثاني يعني قدم عليه. الرجل أرهق الدفاع التايلندي، بذل كل جهده في مطاردة أو في الركض في المساحات الخالية وسجل هدف، انتزع هدف انتزاعا يعني عنوة سجل الهدف الثاني، فبالتالي قام بما عليه، كان اعتقد الى هنا انتهى دوره كما نقول ممثل مساند احيانا نقول في مسرحية او في مسلسل. اعتقد انه يونس محمود ادى دوره كلاعب اساسي وفق الطاقة اللي يملكها. يونس محمود يعني افهم من كلامك يونس محمود الى ثقلة صحيح، لكن ليس 90 دقيقة. نعم يعني أنا شخصيا أفضل أنه يشارك يونس محمود في آخر نص ساعة أو في الشوط الثاني مثلا أو في البداية يؤدي دور معين، يعني هذه قدرته وهذه طاقته وطاقة البشر. أعتقد أنه هو الآن يحيى علوان حمله فوق طاقته. طيب هنا يعني التعادل ممكن أربك حسابات المنتخب العراقي في هذه المجموعة السهلة نسبيا، لنشاهد رأي أستاذ عمار يعني بالنسبة للتعادل المنتخب العراقي يعني أربك حسابات المنتخب العراقي الذي يسعى لصدارة المجموعة.
طبعا التعادل خلص الكثير من الفرص، لكن الطريق ما يزال طويل. يعني احنا عندنا باقيين اربع مباريات من ضمن ست مباريات، مع ذلك لعبنا مباراتين عندنا اربع نقاط. الفوز كان يجهز الطريق بشكل كبير جدا لفريقنا انه يكون هو المتسبب للمجموعه. الان احنا راح نتنافس على انه نكون في الموقع الاول. منتخب تايلاند عنده أفضلية، عنده نقاط أكثر من عندنا، وعلينا الآن أن نفكر في أنه نحسم مباراة تايلاند الإياب اللي راح تقام في إيران. يعني قصدك الحل رأي، يعني الحل المتوجب على الاتحاد وعلى الكادر الفني، ما الذي يجب عليه لكي يصعد على يعني على قمة المجموعة؟ شوف أخ علي، هي القضية مو قضية إنه إحنا يعني المشكلة إنه حتى لو نحن تكلمنا وخشينا من اللي راح يأخذ بكلامنا. يعني مشكلة كرة القدم هذا التزمت في الرأي وهذا حالة التشنج، ويدخلوا فيها قضية الوطن وقضية الكذا وكأنما هم فقط منزلين. يعني أنا اللي أشوفه المفروض هذه النتيجة ما تمر مرور الكرام صراحة. يعني أخ علي، نعم. كل شيء توفر للمنتخب، معسكر، مباريات، حتى وإن كانت مباريات من درجات متدنية في المباريات التدريبية، في أقول هذا المطلع. تعادل اليوم يعني أنا أشبه بخسارة، يعني خسارة مرة، لأنه بصراحة المنتخب العراقي اليوم الأداء اللي قدمه لحد قبل الدقيقة اللي سجل بيها الهدف التايلندي، هدف تقليص الفارق الأول، المنتخب العراقي لن يؤدي اي مباراه بهذا الاسلوب وهذا التكتيك. اما انه انت تجي تخسر كمدرب وكفريق يكون مجموعه من اللاعبين الخبره والضرب والمواهب والمستردين والمحترفين ويجي يخسر لك اخر 10 دقائق بهذه الطريقه، يعني حقيقه أن هذا اسمي ضحك على الجمهور، وضحك على الشارع الرياضي، وضحك على كل مقدرات هذا البلد. يعني صراحه انت من انت تكون متقدم بهدفين وتخسر في هذه الطريقه في غضون 5 دقائق، ما تتمكن ان تحافظ حتى على هدف تايلند الاول. يعني ليش انا اخلي فريق تايلند يزيد الفارق؟ يعني حتى الواجبات اللي اضيفت باللاعبين ولم يتم تطبيقها، هذا المفروض يكون عليه كلام اخر. يعني انت الان تدخل في دوامه انه احنا فقط هي كره القدم العراقيه تتمكن من ان تحقق نتائج وتسعد الشعب وتفرحهم. اشوف انه اني صراحة المدرب يتحمل 85% من هذا اللي صار، والكادر التدريبي مع شديد احترامي له هم كلهم اخوتنا، لكن الحق هو هذا الحق. احنا نقول كلام المنطق وكلام العقل، كلام العقل انه تايلند اليوم بتعوا نفسهم، خطروا بقولين وسمحنا وان يتعادلون ويانا في ارضهم بهذه الطريقة. هي قمة في التزاجة إذا تمت مرت هذه الحالة مرور الكرام صراحة. يعني نتمنى الموفقية حقيقة للمنتخب العراقي، وأن يتجاوز إن شاء الله كل هذه الإخفاقات وكل هذه الأخطاء في المباراة المقبلة، ونتمنى يتأهل إن شاء الله على رأس المجموعة. أستاذ عمار ساطع الصحفي والناقد الرياضي، شكرا لانضمامك معي، وأعود مشاهدينا إلى ضيفي في الأستوديو أستاذ أحمد بدقيقة. ماذا تعول على فريق العراق في هذه المجموعة، وما الذي سيفعله لكي يتأهل على يعني على سلم قمة المجموعة؟ شوف أنا ماذا أتوقع وأعول، أعتقد أنه نعول كثيرا، الجمهور العراقي يعول الكثير. كما قال عمار، المنتخب قدم صورة اليوم، صورة إيجابية، صورة حقيقية عن إمكانات اللاعبين، لكن يجب أن نستثمر هذه الإمكانات. هذا المنتخب إذا ما وجد العناية الحقيقية، إذا ما وجد التخطيط، وأركز على كلمة التخطيط وأضع تحتها أكثر من خط، كلمة التخطيط الجيد والمناسب والمتأني لابد منها الآن لعبور المرحلة القادمة. بهؤلاء اللاعبين، بهؤلاء الأسود، أعتقد أنه قادر المنتخب على أن يزأر بصوت عالي جدا في آسيا، يعود مجددا. يعني الإمكانات الفنية والبدنية والمهارية موجودة، عند فترة كلش كبيرة، يعني من الناس تشرين الأول. نعم صحيح، وهذا ما تحدث فيه. ولذلك الآن لابد من التعامل بعقلانية، لابد من دراسة متأنية للخطوة القادمة. لا يوجد مجال لنزف أي نقطة قادمة، وإلا سيفقد المنتخب
فرصته في المنافسة وفي بلوغ نهائيات كأس آسيا. القدرات موجودة، الحماس الشعبي، الحماس الجماهيري أيضا والمتابعة الجماهيرية موجودة، فبالتالي نحن نتحدث عن أرضية صلبة. لدينا مجموعة من المحترفين اليوم بانت حقيقتهم، كشفوا عن معدنهم الأصيل، عن جودتهم، لكن تبقى عملية إدارة هؤلاء المحترفين، كيف يمكن أن نستثمر طاقاتهم، كيف يمكن أن نخطط للمرحلة القادمة. هذا الهدف الأساسي. إذا ما نجحنا في، أو نجح الاتحاد العراقي من خلال الجلسة على طاولة مستديرة، جلسة نقاش حقيقية وتخطيط سليم، أعتقد أخي علي أنه المقعد العراقي سيكون حاضرا في نهائيات كأس آسيا. لكن هناك ما يظهر أنه يعني أكو مشاكل حقيقة بالاتحاد. يعني شوف، الاتحاد العراقي لنقول مليء بالمشاكل، لكن لابد أن يتفقوا من أجل مصلحة المنتخب العراقي. كابتن أحمد شكرا لك، حقيقة يبدو أن الوقت داهمنا، وشكرا مشاهدينا لكم على المتابعة الطيبة، وشكرا إلى كل من ساهم في هذه الحلقة. إلى اللقاء في حلقة أخرى.